لا في كمان قرار خش علينا كده قرر مجلس الاداره خلينا نقول لحضراتكم ان هو يعرض على الجمعيه العموميه للنادي في اجتماعها المقرر هيكون نوفمبر يعني المقبل زياده هنا بقى قيمه عضويه الاهلي في فرعي الشيخ زايد والتجمع من 250 الف جنيه كريم ل 350 الف جنيه ده بنتكلم للمؤهل العالي من 500 الف ل 600 الف جنيه لمن هم دون المؤهل العالي فده قرار برده لسه هيتم التشاور فيه واتساهو اعتقد قرار يهم برضو كل الجماهير اكيد.